وهذا سائل يقول: لدي زكاة مال حال عليها الحول، ولي أقارب فقراء خارج البلاد وأريد أن أتصدق عليهم، فما الحكم؟ يجوز انك تنقل الزكاة الى اقاربك محتاجين ولو خارج البلاد، يجوز هذا عند الحاجة، والاصل ان الزكاة في مكانها وفي بلدها، لكن اذا دعت حاجة الى نقلها لا بأس ذلك. نعم.